اليوم العالمي للصحة، تطبيقات تحسن من الحالة النفسية خلال الحجر المنزلي. مخاوف من انتشار عدوى كورونا من خلال شبكات الصرف الصحي. وفي زمن الأمراض والفيروسات، كيف نقوي جهاز المناعة؟ برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. نبدأ مشاهدينا بالتحية لكم مشاهدينا في كل أنحاء العالم العربي هذا الصباح، وصباح الخير عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اليوم. وصباح الخير يا رؤى. صباح النور والسرور يا باسل. المسافة بعيدة اليوم، عاد مو عارفة يعني تطور بقى الأوضاع، احنا لازم يعني صحيح. نواكب الحدث مش كده ولا ايه؟ يا ترى عارفة هنبتدي بإيه النهاردة ولا لا؟ فاجئني. هفاجئك، هنبتدي بكورونا. أوه كالعادة. هنبدأ ولكن هنتكلم عن جانب معين من أخبار كورونا. الحقيقة الجدل مشتعل في عدة دول عربية مشاهدينا حول دور ومساهمات رجال الأعمال لتجاوز أزمة كورونا، ورغم أنه الكثير منهم كانت له مساهمات كبيرة بالفعل، ولكن تصريحات البعض منهم مؤخرا أقامت الدنيا ولم تقعدها. في مصر مثلا خرج حسين صبور إمبراطور العقارات المصري الشهير ليطالب بعودة الناس لأعمالها لإيقاف عجلة الخسائر حسب وصفه، وقال أن العمال لازم يرجعوا للعمل حتى لو مات بعضهم في مقابل أنه تعود عجلة الاستثمار للدوران. يا ساتر يا تصريح ناري يعني. طبعا فعلا يعني أنه مو معقولة تكون أرواح البشرية لهالدرجة ما لها قيمة، لكن يمكن هو خانوا التعبير، ما أعرف يعني فعلا. أنه خانوا التعبير، لكن في الآخر يعني مش صحيح أن الواحد يفادي بأرواح عشان خاطر أنه عجلة الفقر هذه تتوقف أو الخسائر الاقتصادية. وكمان زي ما ذكرت باسل، حتى في الأردن يعني كان هناك رأي قريب وأثار الجدل أيضا لرجل الأعمال طلال أبو غزالة. في كل دولة ممكن بنشوف في أنواع أو تصريحات أو جدل متجدد في مختلف الأماكن، ولكن الحقيقة الجدل في مصر وصل لدرجة عالية من الهجوم على رجال الأعمال الذين بطبيعة الحال رفضوا التبرع للمساعدات على تخطي جائحة كورونا. ولكن يبدو أن هذا لم يكن رأي كل أثرياء العالم يا رؤى. على الجانب الآخر، الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت واللي حذر من وباء عالمي ممكن يجتاح العالم من حوالي 5 سنوات، أعلن أنه مستعد لإنفاق مليارات الدولارات لتمويل مشاريع بناء مصانع للعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. جيتس كمان أوضح أنه مؤسسته الخيرية بيل وميليندا جيتس ستدعم تطوير 7 لقاحات ضد الفيروس في نفس الوقت، وأنه الاختيار في النهاية راح يكون على 2 منها. يمكن الخبر مش غريب على مؤسسة جيتس الخيرية، خاصة أنها يعني بالأساس هي تمتلك خبرة جيدة في مجال مكافحة الأمراض المعدية، ومولت الكثير من هذه المشاريع سابقا في أفريقيا، ومؤخرا طبعا دعمت إنتاج عينات اختبارات منزلية ضد كورونا. طبعا الجهود، أي جهود الحقيقة مهمة في مكافحة هذا الوباء، وبتأكد على ضرورة التكافل ما بين القطاع الخاص والحكومات في وقت الأزمات. ولكن خليني يعني أتكلم عن جملة معينة استوقفتني قالها بيل جيتس، ممكن أعتقد أنها تكون مفتاح الحل. بيل جيتس قال أنه في الوقت اللي بيواجه فيه العالم خسارة تريليونات الدولارات بسبب هذا الوباء، فإن إهدار، وخلي بالك من الكلمة دي لأنها مهمة جدا، مش إنفاق، إهدار بضعة مليارات ممكن أنه يحل الأزمة. يعني مش لازم أن كل رجال الأعمال يستفيدوا من كل دولار بينفقوه أو كل الأموال اللي بينفقوها، ممكن يكون في إهدار لبعض الأموال عشان البشرية فعلا. عشان الحياة تستمر، عشان الحياة تستمر. هي يعني نسبة وتناسب في الآخر. أنا كمان أشوف أنه المفارقة أنه في كثير من أصحاب رؤوس الأموال حول العالم باسل ممكن ما يفكروا بنفس الطريق، يعني في بعضهم يعتبر أن خسارة الأرواح زي ما كنا بنقول أنها تكون ممكنة وممكن وإحنا نضحي بها، وكمان في سبيل إنقاذ هذه العجلة، وكمان في ناس ثانيين يقول لك لا، مستحيل أنه حنا يعني نضحي بالأرواح البشرية، ونحاول بالعكس أنه حنا ندفع من جيوبنا حتى نلم الموضوع. صحيح، أعتقد أن بيل جيتس وأمثاله عمالين بيدوا دروس للعالم يعني أتمنى أن إحنا كلنا نستفيد منها. تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء يوم الصحة العالمي للعام 2020، والذي تحتفل به دول العالم في يوم 7 أبريل من كل عام. ولكن يا باسل يعني هذا العام صادف هذه المناسبة أزمة صحية عالمية تعتبر كارثية، حصدت على عشرات
مئات الآلاف من الضحايا وأصابت أكثر من 1,000,000 شخص بفيروس كورونا المستجد. طبعا هذا الفيروس يا رؤى أدى إلى حالة غير مسبوقة من الهلع والذعر على مستوى العالم، كما أصيبت مجتمعات بأكملها بشعور بالقلق جماعي ناجم عن التوتر من إمكانية الإصابة بالعدوى وعدم اليقين تجاه الأفق المحتمل لنهاية هذا الوباء الجديد. واللي زاد الأمر صعوبة يا باسل هو السيل العارم من المعلومات والأخبار المتضاربة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي ولدت شعور بالإرباك والخوف من المجهول. ولمواجهة حالة الخوف هذه إليكم الآن مشاهدينا بعض التطبيقات التي من الممكن أن تحسن من صحتكم العقلية وأنتم في الحجر المنزلي وأن تساعدكم على الحفاظ على هدوئكم بشكل عام خلال أزمة كورونا. أنه فعلا باسل كلنا نحتاج هذا النوع من الصحة العقلية والنفسية أن ترجع تعمل إعادة تأهيل، يعني اللي قاعدين نمر فيه بصراحة ما هو سهل، مش طبيعي طبعا أبدا، ما هو طبيعي. لكن خلينا كمان نروح للمختصين ويحكونا التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. تنضم لنا عبر سكايب من بيروت الأخصائية النفسية دكتورة ميرنا سعادة. أهلا وسهلا بك وصباح الخير، أتمنى أنك تكوني بخير. فعلا خلينا نتكلم عن جدوى تطبيقات الصحة العقلية هذه ومدى تأثيرها الفعلي على الناس. صباح النور وشكرا لاستضافتي، ميرسي. هذه التطبيقات هي فعلا مفيدة، في منا كتير، في عنا أكثر من 1,400 تطبيق أب بتساعد الأشخاص إن كان يناموا أفضل، يفكروا أفضل، يتنفسوا أفضل. بتعلم هذه الأبس إنه الشخص يتنفس بطريقة صحية، وفي أبس كمان بتتضمن موسيقى كمان بتساعد الشخص على التأمل والاسترخاء. فهيدي الأبس هي عدة أنواع. في أبس كمان بتساعدنا أنه نحن نتواصل مع المريض تبعنا بشكل مباشر. طيب بعيدا عن التطبيقات اللي بتساعد المريض أنه يتواصل معاكم أو مع المستشارين النفسيين، طريقة عمل هذه التطبيقات هل هي كلها واحدة؟ هل كلها بتعتمد فعلا زي ما ذكرتي على التنفس، ضبط التنفس، يمكن بعض الموسيقى اللي بتساعد على الاسترخاء؟ هل هي دي طريقة عملها؟ هذه هي طريقة عملها الأساسي. أكيد في أبس كمان بتساعد الأشخاص بس لأنه يعملوا تراكينج، يعني كل يوم يقدروا هن يحطوا يراقبوا مزاجهم، يراقبوا أفكارهم. فهي نحن هذه من إلا تراكينج أبس. فبالإجمال هي هيك بتشتغل هيدي الأب، حسب أنت كيف مزاجك اليوم بتقدر تعمل تراكينج لمزاجك، لأكلك، لشعورك، وتشتغل حسب على هالأساس. دكتورة خليني أسألك بلسان المشاهد، يعني يمكن اللي بيتابعنا الحين يحاول أنه هو يوصل شعوره، وأنا من الناس ممكن اللي يكون حاليا بمر بهذه الطريقة، تقلب المزاج العجيب اللي بنمر فيه، يعني هل هذه التطبيقات هي ممكن تغني عن زيارة الطبيب النفسي؟ يعني مثلا في اليوم الواحد أحس أنه أنا سعيدة وفجأة ممكن أروح في مرحلة انهيار، دموعي تنزل، ما أعرف إيش السبب، ربما أشعر أن أنا خايفة من المجهول. هل هذه الأشياء أو التطبيقات تساعد على تخفيف التوتر، أو لابد في هذه الحالة أني أطلب استشارة من مختص نفسي؟
تجاوبك على سؤالك، أنا دغري بقول إنه الأبس هيدي التطبيقات ولا ممكن إنه هي تغنينا عن استشارة طبيب نفسي أو علاج أو معالج نفسي، إذا نحن كمان بالأخص بحاجة لعلاج، وإذا كنا نحن بالمرحلة ما قبل الكورونا، إذا نحن كنا كمان منحس باضطراب نفسي، إن كان تقلبات مزاجية، إن كان أفكار سلبية. فإذا كنا نحن بمرحلة ما قبل الكورونا منتابع نحن مع معالج، أكيد هيدي التطبيقات بتساعدنا أكثر كاسترخاء، بس إنه هي ما بتغني عن السيشن اللايف بشكل مباشر مع معالج نفسي أبدا. وكمان هلأ يلي عم بتقولي كتير عادي، يعني من وراء الكورونا كتير في عوارض مثل ما ذكرتيلي، إذا هيدي العوارض أكيد موجودة وعم بتضلها معك، اللي هو اختلاف المشاعر في اليوم المشاهد. الواحد دكتورة صحيح؟ صح. المود سوينجز او منقلها المود سوينجز، اختلاف المشاعر، اختلاف المزاج بالنهار الواحد، اذا ضلت اكثر من جمعتين على فرد سحبي اكيد نحن هون بحاجه انه نشوف اخصائي او اخصائيه. طيب دكتوره ميرنا، يعني خلينا اسالك عن عالمنا العربي بالتحديد، يعني التطبيقات موجوده في العالم كله، ولكن هل احنا في العالم العربي عارفين نستخدم وعارفين اهميه هذه التطبيقات؟ يعني معظم الناس بتنزل التطبيق لما بتسمع عنه، ممكن تستخدمه مرة واحدة مرتين، ولكن ما بتعتمدش أو ما بتعتبرش إن هو ممكن يكون تطبيق علاجي. إيه رأيك في الموضوع ده؟ صح. بس نحن بالأول بتعرف نحن بعدنا لهلأ بالعالم العربي كتير منقلل من قيمة نفسيتنا، منقلل كتير للأسف من قيمة قديش النفسية بتأثر على جهازنا، يعني المناعي كمان، والمناعة عنا طبعا كتير بتنزل من وراء وضعنا النفسي. وهيدي التطبيقات بالعالم العربي ما كمان الأشخاص بياخدوها يعني بشكل جدي كما يجب، مثل ما هن كمان ما بياخدوا الأكثرية، ما بدي أجزم، العلاج بشكل جدي. فهيدا هو، لأنه بعد من ميلي كمان بحب أذكر أنه التطبيقات عم بتسهل كمان أنه الشخص ساعة ما بده هو يحط، نقول الموسيقى، يحط التنفس، يقدر يتأمل بشكل كمان بلا عار، بلا ما ينطر، بلا كمان ما يدفع مصاري كتير على الجلسة، لأنه الجلسة كمان مع المعالج النفسي منا رخيصة. طيب يعني دكتورة، يعني على السريع كيف ممكن نحمي صحتنا العقلية في ظل هذه الأوضاع؟ سؤالك كتير حلو. أهم شيء نحن نتبع الموديل تبع العلاج السلوكي المعرفي، يلي هو بيركز أكثر شيء على الأفكار وصحة أفكارنا. يعني نحن نبتدي نهارنا بأفكار إيجابية بتأكد لنا أنه نحن هلأ عم نقطع بفترة زمنية رح تنتهي، رح تخلص، مثل ما بلشت رح تخلص. نأكد، نطمن حالنا أنه هيدا خوفنا من المجهول، هو رح يخلص، مشان نحن نكون إيجابيين أكثر ونطمن أكثر أنه في حلول. أنا أشكر مداخلتك المتفائلة هذه لهذا الصباح الأخصائية النفسية دكتورة ميرنا سعادة، شكرا لك. حلو قوي الواحد يبتدي يومه بافكار ايجابيه. ممكن في ناس تقول يعني طب نبتدي بافكار ايجابيه ازاي وكورونا حوالينا في كل مكان؟ الموضوع بسيط جدا، لانه كورونا نفسها او اخبار كورونا ممكن تنقسم لاثنين، اخبار سلبيه واخبار ايجابيه. يعني امبارح مثلا سمعنا عن خبر انه في زوجين شافوا، الزوجين عمرهم على فكره 88 سنه، هم الاثنين شافوا تماما من كورونا وتم اطلاق سراحهم، فده خبر ايجابي ممكن الواحد يبتدي بيه صباحه ويحس ان في امل في صحيح. عموما هو يبدو أن القلق والتوتر اللي سببه كورونا ظهر في كل مكان، وفي عدد من الأحياء الواقعة بالتحديد شمالي القدس ظهرت العديد من الظواهر السلبية، منها ارتفاع وتيرة العنف. طبعا الأمر الذي اعتبره معالجون نفسيون رد فعل متوقع بسبب المخاوف التي يعاني منها السكان هذه الأيام. جائحة
جائحة كورونا لا يعيشها الإنسان مرتين في وقت قريب، لذلك أتت لتغير الكثير من العادات الاجتماعية وروتين الحياة، مولدة احتقاناً وغضباً للهروب من واقعها ومعطياتها. فالمحال مقفلة والحركة ضئيلة، والبقاء في المنازل وقتاً طويلاً جعل شريحة من المجتمع تلجأ لاستخدام أساليب غير سلمية كوسيلة للتعبير. في محاولاتهم للحفاظ على الأمن ربما وتنظيم مناطقهم في ظل قلق فيروس كورونا، ظهرت في الآونة الأخيرة هنا في بلدة كفر عقب شمالي القدس مناوشات بين مجموعة من الشباب استخدموا فيها الأسلحة، مما أثار انتقادات شريحة أخرى. عندنا ناس هون مش متعودة على النظام، مش متعودة على الإشي الصح اللي يتم فيه الإرشاد، بتيجي بتخرب كتير علينا. نعم صحيح، هاي الظاهرة موجودة هون في كفر عقب للأسف. ظواهر سلبية من الممكن أن تكون وليدة المرحلة الصعبة التي يمر بها الجميع، وكثرة التعليمات والحرص المبالغ فيه على حياتهم وحياة من حولهم، أسلوب حياة لم يعتد عليه كثيرون. بعض المعالجين النفسيين رأوا أن اللجوء للتعبير بوسائل غير عادية تندرج في إطار الآثار السلبية لانتشار وباء مثل فيروس كورونا. لما يشعر الفرد بالتهديد، سواء تهديد داخلي أو تهديد خارجي، بالعادة بتوجه لاستخدام العنف حتى يحمي نفسه. حتى الشخص اليوم اللي بتوجه لإطلاق النار هو شخص شاعر بالتهديد الخارجي. بالفترة الأخيرة وحسب اللي عمالنا بنشوفه بخطة الطوارئ والطوارئ الموجودة، صار عندنا حجر على الناس أكثر. فمن الطبيعي من تتبعات الحجر المنزلي أنه يخلق من الإثارة السلبية لإله، أنه يخلق وكأنه إشي سلبي. ضبابية للمشهد العام واستمرار أزمة كورونا سبب جعل بعض المجتمعات في حالة إحباط عامة لوجودهم في دوامة مجهولة لا يعلمون وقت انتهائها. التزام المنازل وغياب متنفس للسكان يراه البعض إيجابياً للتقارب الاجتماعي بين أفراد العائلة الواحدة، البعض الآخر يراه مناخاً لغياب التجانس الذي يولد ظواهر سلبية داخل البيوت وخارجها. ثروة شقرة، الحرة، شمالي القدس. في الوقت اللي بتشهد فيه شوارع القدس هذه الحالة من الحركة والعنف والقلق، في القاهرة اللي اعتادت شوارعها على الزحام ليلا ونهارا، خيم السكون وخفت صخب الحياة المألوف لدى السكان في مشهد غريب على الجميع لم يتوقع أحد لهذه المدينة. فعلا يا باسل، يعني معروفة أنه هذه المدينة في قصة الوضع الراهن أجبر محبي الحياة على البقاء في منازلهم إلى أن يسمعوا الخبر السعيد، والمقصود هنا طبعا اللي هو انتهاء هذه الجائحة. خلال هذه الأيام كيف بيقضوا أهالي القاهرة أيامهم ولياليهم؟ هذا اللي راح يخبرنا به بعض من استطاعت كاميرا الحرة الوصول إليه، كريم مسعد بكاميرا الحكاية. وقت طويل يقضيه روماني في منزله بعيدا عن صالة الألعاب الرياضية التي يتدرب فيها، بعد أن أجبرته الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا على غلقها. الآن يواصل روماني التدريب من منزله بأدوات بسيطة تختلف عن المعدات المتوفرة في صالته. ليس ذلك فحسب، بل ينقل أيضا خبرته للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بستغل الوقت إزاي؟ بتمرن، مش بتمرن بس، ببعت التمرينات اللي أنا بتمرنها في بيتي للعملاء اللي عندي يبدأوا يتمرنوها هم كمان في البيت. يبقى احنا في نفس الوقت استغلنا الوقت مرتين، مرة ان احنا مش قاعدين في البيت بنضيع وقت، مرة تانية ان احنا بنتطور. حتى واحنا في البيت نقدر نتطور؟ نقدر نتطور. بأقل إمكانيات؟ بأقل إمكانيات. بدأت أشتغل بالأستيك شوية، بدأت أشتغل بأزاز الماء شوية، لقيت إن الموضوع ممكن بدل ما اشتغل بطريقة مش منظمة أبدأ اشتغل بطريقة منظمة. ما إن يسدل الليل ستاره على مصر حتى يبدأ حظر التجوال، ولكن محمد قرر أن يملأ ساعة يوميا من الحظر بموسيقى الكمان التي يعزفها من شرفته لجيرانه، محاولا التسرية عنهم بشكل مختلف. يعني أنا
اطلع السماعه والمكسر بتوعي واحطهم في البلكونه وابدا اشتغل واعمل حاجه زي كده. يعني في الاول خالص لما جربت العب اول اغنيه لقيتهم بداوا يطلعوا بره البلكونات ومبسوطين جدا يعني بالموضوع. حارس العماره بيدينا لسته الاغاني اللي احنا عايزينها كذا 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 من الجيران يعني بيبعتوها. وبنحاول على قد ما نقدر برضه نعمل الموضوع اللي هو خليك في بيتك. واحنا يعني حتى انا باللي انا اقدر عليه ان انا اقدر اعمل مثلا حفله موسيقيه اقدر ادي لك بس يكون في دور اقدر اعمله يعني. بس تستمر فتره حاضر التجوال في مصر نحو 11 ساعه، امر لم تالفه الشوارع والمحال التي اعتادت على الزحام والحيويه والتجمعات. يخيم حال حظر التجوال على الشوارع ويغير أحوال مواطنين أجبروا على البقاء في بيوتهم وممارسة أنشطة يقضون بها وقت الحظر الذي فرضه انتشار وباء كورونا. يحدوهم الأمل في أن تنتهي هذه الأزمة قريبا. كريم مسعد، الحرة، القاهرة. طبعا مشهد العزف في البلكونات ده المشهد اللي بيتكرر كتير في مصر، يعني مشهد جديد الحقيقة على المصريين، ولكن أعتقد أنه محاولة من الجميع أن هم يخففوا من التوتر والقلق اللي عندهم. أتمنى يكون عندي جار زيه بصراحة. مش كده ولا إيه؟ كلنا نفسنا الحقيقة. عموما بعد الفاصل سنتحدث عن مخاوف من انتشار عدوى كورونا عبر شبكات الصرف الصحي. ابقوا معنا. بكم مشاهدينا من جديد. من سنوات طويلة والتكنولوجيا تقدم إسهامات لافتة في مجال مراقبة وتحسين الصحة البشرية، وواحدة من هذه الإسهامات إسهامات التكنولوجيا المتخصصة لمراقبة مياه الصرف الصحي. دراسات صادرة عن معهد KWR الهولندي لأبحاث المياه بتشير إلى أن مراقبة شبكات الصرف الصحي تعطي تنبيه في حال العثور على بقايا من فيروس شلل الأطفال، ويمكن من خلالها مراقبة تسرب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتحقق من استخدام الأفراد للأدوية غير المشروعة. طبعا هذا الاستخدام فتح الباب على إمكانية توظيف هذه العمليات للتحقق من تسرب بقايا فيروس كورونا في شبكات الصرف الصحي، وبالتالي الكشف عن الأعداد الحقيقية للإصابة في الدول. خاصة وأن المعهد تحدث بالفعل عن هذه النقطة، العثور على بقايا لفيروس كورونا في شبكات الصرف الصحي في أكثر من 10 مواقع في هولندا، وهو ما يؤكد أهمية هذه التكنولوجيا لتحديد مواقع المصابين وتطبيق قوانين عزل أكثر صرامة لاحتواء هذا الوباء. ولكن من جهة أخرى يا باسل، يعني هذه النتائج تثير مخاوف من انتقال العدوى عن طريق المياه الملوثة، خاصة في المخيمات أو مخيمات اللجوء أو الأحياء التي تعاني من شبكات صرف صحي تعتبر متهالكة أو الأنظمة التي تعتمد على تفريغ المياه الملوثة في مجاري الأنهار. حديث أكثر مشاهدينا، ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب دكتور تامر الخشان استشاري الأمراض المعدية. صباح الخير دكتور. يعني في البداية، ما هو حجم الضرر الذي نتحدث عنه أو تتحدث عنه هذه الدراسات، حجم الضرر المتوقع من شبكات الصرف الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا؟ صباح الخير عليك وعليكم في الاستوديو وعلى المشاهدين والمشاهدات. طبعا فيروسات كورونا بشكل عام، خصوصا يعني حتى فيروسات كورونا السابقه من ناحيه فيروس كورونا الشرق الاوسط والسارس، ثبت انه يسمونها شيدنج في الستول، في البراز اكرمكم الله. فهذا الشيء الى الان قاعدين نتعلمه عن فيروس كورونا الجديد، بس في دراسات فعلا طلعت اثبتت انه ممكن يوجد في براز الشخص المصاب. نعم. فهذا طبعا يعني يستدعي انه او يدل انه قد يكون الانتقال برضو من ضمن طرق الانتقال المعروفه حاليا، اللي هي عن طريق الاحتكاك المباشر ولمس الاسطح الملوثه، انه قد يكون برضو ممكن عن طريق البراز. نعم. فهذا الشيء يعني يستدعي الحذر من ناحيه انه احنا حتى في العزل، خصوصا عاده نقول انه يحتاج الشخص في غرفه العزل اذا كان معزول حمام خاص فيه تحسبا لهذا الموضوع. طب دكتور، يعني زي ما ذكرت انه الدراسات تشير انه تم بالفعل تحديد وجود بقايا للفيروس في اكثر من موقع عن طريق مراقبه شبكات الصرف الصحي، اذا كيف يمكن الاستفاده من ذلك؟
طبعا هذا يعني في البدايه يكون مهم، لانه طبعا الى ان يثبت بشكل قطعي تماما، يعني حاليا كلها اشياء تشير وموجود فعلا انه بعض الحالات، لكن بشكل عام نستفيد منه كافراد بالحرص على عدم مشاركة أي أحد مشتبه بإصابته أو مصاب بدورات المياه، هذا شيء مهم. شيء ثاني، غسيل اليدين جدا مهم في هذه، لأنه هو الفيروس على اليدين ما يعني ينتقل، إذا انتقل لا سمح الله من يعني فضلات شخص مصاب أو شيء زي كذا إلى الجهاز التنفسي، برضو نفس الحكاية يعني، أو الجهاز يعني يرجع نفس الحكاية يدخل عن طريق الجهاز التنفسي. يعني دعني يعني أشدد على هذه النقطة أو أستوضحها أكثر منك، يعني فكرة عزل المصاب أو الحمام الخاص بالمصاب، نحن نتحدث عن أنه إذا ما استخدم الشخص نفس الحمام، ولا أتحدث عن غسل اليدين وما إلى ذلك، ولكن استخدام الحمام الفضلات، يعني إذا ما كان يمكن أستخدم هذا المصطلح، هل من الممكن أن تنقل هذه الفضلات فيروس كورونا من شخص إلى شخص يستخدم الحمام من بعده؟ بالضبط زي ما قلنا، يعني هو إلى الآن إثبات قطعي ما حصل ولا سجلت من ضمن الأشياء اللي تنتقل، يعني تنقل الفيروس. بس نعم نظريا حسب ما طلع أن الفيروس موجود في الفضلات، فنعم هو في طريقة للنقل اسمها فيكو أورال روت، اللي هي أنا أسألك هذا السؤال لأنه يعني في أماكن العمل، في الأماكن العامة في أيامنا هذه، يعني الناس لا تعطي أهمية لهذا الموضوع بالتحديد، يعني هم يحاولون يعني أخذ احتياطات عند غسيل اليدين، عند التعامل مع الصنبور أو الحنفية، ولكن غير ذلك فهم يعني يتعاملون بصورة طبيعية. والصورة الطبيعية باسل هي بالضبط غسيل اليدين، يعني غسيل اليدين ضروري بعد دورات المياه سواء للكورونا ولا غير الكورونا، فهو ينقل أشياء ثانية يعني بالنهاية، فغسيل اليدين يعتبر كافي للمنع لنقل العدوى من الشخص المصاب. طب دكتور، يعني خلينا نتكلم عن المخيمات، مخيمات اللاجئين، طبعا بطبيعة الحال هم يعانوا من شبكات صحية تعتبر متهاوية، ما هي بذيك المعايير العالية، لكن يعني هل هذا يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة؟ طبعا هذا سؤال مهم. بشكل عام في هذه الاوضاع، يعني مخيمات او حتى في اوضاع الحروب احيانا زي كذا، طبعا تكثر مثل هذه الامراض اللي تنتقل بسبب عدم جوده المياه، وشفنا يعني امثله كثيره على مثلا اوقات الحروب او اوقات يعني الازمات يكون في نقل، مثلا شفنا ازمه الكوليرا في بعض البلدان، فهذه سببها الرئيسي انه يكون عدم نظافة المياه او السانيتيشن ما هي جيدة. فهذا يعني اذا كان الكورونا ينتقل على هذه الطريقة فقد تكون فعلا إشكالية في هذه الأماكن. طيب، اليوم الكثير من أنظمة الصرف الصحي تقوم على تصريف المياه في مجاري الأنهار، ما هي المخاطر من هذا الموضوع؟ والله هذا بشكل عام يعني سواء للكورونا ولا غير الكورونا يعني قد يكون يعني إشكالية، لأنه يعني يزيد العرضة من نقل بعض الأمراض، وما أعتقد أنه شيء جيد. طب دكتور معلش خليني أسألك على السريع، بنعرف أنه في دول الخليج في السعودية أيضا بيقوموا بإعادة تدوير لمياه الصرف الصحي، زي مثلا أنهم بيسقوا الحدائق العامة والمناطق الخضراء، يعني هذا ممكن أنه هو بيكون مردوده جدا سلبي، فبالتالي يساعد على انتشار العدوى وانتقالها؟ لا، احنا نرجع ونقول الفكرة أنها يعني لما يعني الأماكن اللي في كور الروت هذا والانتقال عن طريق من الابراز الى الجهاز الهضمي للانسان، اللي هو انك لازم تستهلك المياه او تستهلك المياه الملوثه كاستهلاك، يعني أيوة. عشان كذا نقول غسيل اليدين والحرص على نظافه المويه اللي نشربها. ولكنها لا يمكن ان تنتقل عن طريق النباتات التي تم ريها بهذه المياه. لا. طيب،
أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح الدكتور ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية، شكرا لك. يعني مع التزام غالبية اللبنانيين بالحجر المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا، يحذر أخصائيو التغذية من الاستهلاك الزائد للأطعمة لا سيما الغير صحية منها، وينصحون بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية للتخفيف من السمنة والتوتر الناجمين عن البقاء في المنازل. طبعا أكيد عم تشربوا كثير قهوة بهالقعدة، أنا صراحة عم بشرب زنجبيل شاي أخضر لأنه كثرة الكافيين رح تكون سبب زايد لهالستريس اللي عم نعيشه. تواظب أخصائية التغذية جانين عوض الجميل منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان على بث نصائح غذائية لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عم بيقول إنه هو عنده شراهة كتير كبيرة، أنا بنصحهم إنه يركزوا كتير على المأكولات اللي بتحتوي على نسبة مغنيسيوم مرتفعة وفيتامين بي 6. هالمعادن والفيتامينات لها تأثير كتير على التوتر يلي بيعاني منه جسم الإنسان، ويلي من خلاله بيلجأ لأنه يأكل بطريقة مفرطة. فالمطلوب منا ان نكتر اكل الموز، الشوكولا، الفواكه المجففه، القلوبات النيه، الورق الاخضر، يخففوا من تناول المواد اللي بتحتوي على كافيين. تتواصل جانين ليس فقط مع متابعيها انما مع مشاهير لبنانيين من ممثلين وفنانين، تقدم لهم الاستشارات الغذائيه وتعرفهم على وصفات غذائيه صحيه وسهله التحضير، وترشد متابعيها نحو الماكولات التي يمكن اضافتها إلى الهرم الغذائي لتقوية جهاز المناعة كوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن نصائح تخزين الطعام في هذه الفترة. نحن لازم نكون عم ناكل الحبوب الكاملة بالرز، الباستا وكل هول بضاينه، يعني فينا نخزنهم. المعلبات فينا نخزنها، الخضرة فينا نجيب الخضرة فينا نغسلها ونعقمها ونحطها بالبراد. حجم التفاعل مع الفيديوهات خاصة التغذية الصحية كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع التزام اللبنانيين المنزل ساهم في رواجها. تعملي جاتويات بطريقة هيلثي، بانكيك بطريقة هيلثي كمان كرمال الأولاد يأكلوا معك. الجسم السليم في عقل سليم وفي غذاء سليم أيضا، يقول خبراء التغذية، معادلة تساهم حتما في الإبقاء على صحتنا النفسية والجسدية بصورة جيدة. يتخوف أخصائيو التغذية من مرحلة ما بعد الانتهاء من انتشار وباء كورونا من تفشي السمنة في صفوف لبنانيين كثر يلتزمون الحجر المنزلي، وهم للغاية ينصحون بنظام غذائي سليم والإكثار من الرياضة. جين عفيش، الحرة، بيروت. طبعا يعني جدا مهم انه خلال هذه الفتره نبحث فعلا عن طرق لتقويه جهاز المناعه. يعني انا شخصيا هي نصيحه بس اتعلمت اني اخذ عسل وجنزبيل واحط كمان فيه شويه حبه بركه، فوجئت انه هذا الموضوع مفروض انه ما يكون بكثره، لانه ارتفاع جهاز المناعه زياده عن اللزوم ممكن يكون مردوده سلبي على الاعضاء الداخليه للجسم. انت كيف تتصرف هالموضوع؟ والله شوفي، انا بتعامل بحذر شديد مع الطب الشعبي. أيوة. او الوصفات، لانه اي شيء خصوصا في الوقت اللي احنا عايشين فيه. أيوة. ده المناعه فيه مهمه جدا. لازم كل حاجه الواحد بيعملها تبقى مثبته علميا. ممكن الموضوع ده يكون صحيح بيرفع المناعه، ممكن يكون ليه اثار سلبيه زي ما انت بتقولي، ممكن يكون كمان مش مفيد قوي مع كورونا. فالواحد صحيح. لازم يعرف هو بيتكلم عن ايه بالظبط، والخلطه دي جايه منين، وهل في حد يعني جربها في مختبر. أيوة. وشاف انها فعلا فعاله في الوقت او ضد الحاجات اللي احنا خايفين منها. ولهذا السبب بس احنا كثير مهم انه في خلال حلقتنا وكل الايام اللي بنعرض فيها البرنامج انه نركز على هذه الامور، وحتى نبين ايش هي المفاهيم الخاطئه او لا. يعني زي ما كنا بنشوف انه اليوم الجميع يبحث عن خلطه سريه لتقويه جهاز المناعه، وهل الحل في الاكل او في الرياضه او في الفيتامينات او المكملات الغذائيه ام حتى في سلوك النوم والروتين الطبيعي للحياه؟ في الحقيقه يبدو ان الحل هو عباره عن خلطه من كل المكونات. أيوة. اللي ذكرت. صحيح. يعني احنا بنحتاج لنظام اكل صحي ومتوازن، وبنحتاج لممارسه بعض الانشطه الرياضيه لتعزيز الدوره الدمويه، وبنحتاج ايضا لساعات نوم كافيه لاجسامنا، وايضا لتعويض نقص الفيتامينات لدينا. طبعا بالحديث عن المناعه يا باسل، بنتعرف انه كثير من المبيعات للفيتامينات هذه الفتره عن طريق الانترنت ممكن تكون ارتفعت بمعدل 40% في الفتره الاخيره بحسب احصائيات ذا بريف بلوج. طبعا ابرز الفيتامينات اللي بتشهد إقبال من حيث الشراء هي فيتامين سي، المعروف بأنه يعزز المناعة بشكل كبير ويقلل من فترة المرض بنسبة 8% لدى البالغين و14% لدى الأطفال. وأيضا فيتامين بي 6، يوجد هذا الفيتامين عادة في الدجاج
الدجاج، أسماك السلمون والتونة والخضروات الخضراء، حيث يقبل عليه من لا تحتوي أنظمتهم الغذائية على هذه الأطعمة لتقليل احتباس السوائل لديهم وتنظيم عمل الكلى. هناك أيضا فيتامين دي أو فيتامين دال الذي عادة ما نحصل عليه من التعرض أو من خلال التعرض للشمس وخلال فترة الحجر المنزلي، قد يقل وجود هذا الفيتامين في أجسامنا، ولذا ينصح الخبراء بتناوله لتقوية العظام وزيادة امتصاص الكالسيوم. وأكيد هناخد مواضيع أو تفاصيل أكثر عفوا عن هذا الموضوع. ينضم لنا من المنامة وعبر سكايب البروفيسور الدكتور معتز بخيت، استشاري المخ والجهاز العصبي وأستاذ علم المناعة جامعة الخليج العربي في المنام. أهلا بك دكتور معز. يعني بنشوف أنه التقارير تشير إلى ارتفاع معدلات شراء الفيتامينات عبر الإنترنت، فما أهمية الفيتامينات هذه لمناعتنا؟ صباح الخير. الفيتامينات مهمة للمناعة ومهمة للجسد بالكامل لكل الخلايا. هناك تأثيرات مختلفة لكل فيتامين، يعني هناك بعض الفيتامينات تعمل كمضادات للأكسدة، والأكسدة هي عملية كيميائية يحتاجها الجسد، لكنها أيضا قد تضر بالخلية إن لم تكن في حالة توازن. مثلا فيتامين E أو فيتامين A. فيتامين A أيضا مهم للمناعة في الأغشية المخاطية، وهو يقوي خلايا المناعة التي توجد في الأغشية المخاطية. تحدثتم عن فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لتنشيط خلايا المناعة في المنشأ، وفي المنشأ أعني بذلك في نخاع العظام، حيث يتم إنتاج خلايا المناعة وأن تخرج للدم بالكميات التي يحتاجها الجسم. فيتامين دال أيضا غير امتصاص الكالسيوم والعظام، فهو مهم جدا للمناعة، وأيضا مهم جدا تحديدا لمناعة الجهاز العصبي وللمناعة بشكل عام. فيتامين B12، B6، B1، كل هذه الفيتامينات مهمة لجهاز المناعة. بالإضافة للفيتامينات، هناك مواد مهمة لجهاز المناعة مثل الزنك، مثل النحاس، مثل الرصاص، مثل الحديد. فأنتم قلتم كلمة يعني هي الصحيحة، التوازن. التوازن في الغذاء. طيب، لأن هذه الفيتامينات متوزعة على أنواع مختلفة من الأغذية. طيب خليني أسألك دكتور، لأنه أي شخص ممكن يكون بيتفرج علينا هذا الصباح، ممكن أن هو يسمع كلام حضرتك يخرج على طول ويشتري كل الفيتامينات أو العناصر اللي ذكرتها ويتناولها، ولكن سؤالي هل بيختلف احتياج الجسم من شخص إلى آخر، خصوصا لو تكلمنا عن فئات مثل الأطفال أو النساء الحوامل، هل بيختلف احتياجهم لهذه العناصر أو الفيتامينات؟ نعم يختلف. هذا سؤال مهم جدا، لأنه في الآونة الأخيرة نشأ علم جديد يسمى بالنيوتروجينومكس، وهو التغذية المرتبطة بالجينوم. والآن تتم اختبارات شخصية، ما يعرف بالطب الشخصي أو البيرسوناليزد أو البريسيشن ميديسين. في هذه الحالة بعض أخصائي التغذية الذين لديهم خلفية في علوم الجينات والجينوم يقومون بعمل هذه الاختبارات لمعرفة ماذا يحتاج جسمك من أغذية، وماذا يحتاج من فيتامينات، وما هو المناسب والأنسب. هذا يعتبر يعني طب شخصي لكل فرد، أن تأخذ الجرعة المناسبة في الوقت المناسب لما يحتاجه جسمك. في الحالات العادية الاهتمام بالتغذية المتوازنة والسليمة مهم جدا. إذا كان الإنسان يعاني من أي مشاكل صحية يجب استشارة أخصائي تغذية. أما الفيتامينات التي يهرعون لشرائها، هناك الفيتامينات المركبة المالتي فيتامينز التي تباع أوفر ذا كاونتر من غير وصفة طبية، هذه بها كميات قليلة من الفيتامينات ولا تؤدي إلى تسمم نتيجة جرعات كبيرة. لكن
من المهم جدا إذا لا يوجد النيوتروجينومكس معرفة نسبة الفيتامينات المهمة في الدم. يمكن قياس نسبة فيتامين د، ممكن قياس نسبة فيتامين بي 12. قد يكون يعني هو يفضل بالعادة بروفيسور إنه قبل لا نأخذ أي نوع من الفيتامينات إنه يعني نعمل فحص دم شامل ونعرف وين النواقص. ولكن دكتور يعني لو تشرح لنا أكثر، هل هو كافي إني أنا يكون نظام الغذائي صحي وممتاز وكامل متكامل، بالإضافة إلى ذلك ممكن أستعين ببعض المكملات الغذائية ولا أهتم بالرياضة وصحة النوم؟ هي عملية متكاملة، يعني ما يعرف باللايف ستايل. نعم. يعني هذا يعني اللايف ستايل يشتمل على التغذية السليمة، يشتمل على الرياضة، يشتمل على الصحة النفسية، يشتمل على يعني بالإضافة للرياضة عدم السهر وعدم الإرهاق، ويعني هي مجموعة متكاملة مفيدة للصحة. لكن أن تكون أنت يعني تأخذ فيتامينات وبكميات عالية وفي نفس الوقت تسهر ولا تتريض وتأكل مأكولات غير مفيدة، يعني بعض الأحيان أنت يعني تقوم بعمل نظام غذائي، وهذا النظام الغذائي إذا لم يكن تحت إشراف أخصائي تغذية قد تفقد بعض المواد المهمة. يعني بعض الناس يعتقدون أن الدهنيات هي يعني فقط تتراكم وتسبب زيادة الوزن، لكن هناك بعض الفيتامينات المهمة تحتاج للدهنيات لأنها لا تذوب في الماء، مثلا فيتامين د، فيتامين إي، فيتامين كي. هذه فيتامينات جسمك لا يمتصها إن لم تكن هناك دهنيات في جسمك. فالتوازن مهم بما يحتوي على دهنيات، على نشويات، على مواد غذائية، على معادن، يعني بروفيسور يعني بس خليني أذكر السادة المشاهدين، يعني نذكركم مشاهدينا أنه إحنا أمس طبعا طرحنا هذا السؤال على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج، وكان السؤال هل تعتقد أنه الرياضة يمكن أن تقوي من جهاز المناعة؟ جاءت الإجابات كالتالي: 5% فقط قالوا لا، بينما رأى 95% أن الرياضة بالفعل من الممكن أن هي تعزز الجهاز المناعي. ويجب أن نوجه هذا السؤال لك دكتور معز، هل الكلام صحيح أم لا؟ صحيح، 95% صحيح. رياضة تحرك كل العضلات، تنشط الدورة الدموية، مضادة للأكسدة، تجعل الخلايا نشطة، تستفيد من الغذاء الذي تأخذه وتتفاعل يعني مع ما يحتاجه الجسد بصورة سليمة وصحيحة. الرياضة جزء من وصفة تقوية جهاز المناعة بالإضافة للفيتامينات والأشياء الأخرى. أعتقد الموضوع يعني كان يبدو أن هو بديهي إلى حد ما، أن الرياضة أكيد أنها بتعزز المناعة، ولكن أعتقد اللي استفدناه أن احنا عرفنا أن الناس عندها وعي فعلا بالموضوع بأهمية الرياضة في ظل الأجواء اللي بنعيشها اليوم. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، البروفيسور دكتور معز بخيت، استشاري المخ والجهاز العصبي وأستاذ علم المناعة في جامعة الخليج العربي في المنامة، شكرا لك. بعد الفاصل مشاهدينا، الرياضة الأمريكية تعاني أيضا من كورونا. الآن مشاهدينا للرياضة، ربما أصبحت المنافسات الرياضية في الولايات المتحدة بالتحديد بصدد مواجهة فترة توقف أطول من تلك التي كانت متوقعة في بدايات أزمة كورونا. تدرس الهيئات يا باسل والسلطات المسؤولة عن الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA إمكانية استئناف نشاطه في الفترة ما بين منتصف أو أواخر يونيو المقبل. ووفقا لمصادر قريبة من الدوري، فعلى الرغم من أن مالكي الأندية يدرسون استئناف أنشطة دوري كرة السلة للمحترفين،
المصريين بحلول هذا الوقت بعد تعليقها إلى أجل غير مسمى. هناك مع ذلك مخاوف من إلغاء البطولة بشكل تام هذا الموسم. أتوقع أنه فيروس كورونا ما رحم أحد، ويواصل هذا الفيروس انتشاره كالناري في الهشيم في كافة أنحاء الولايات المتحدة، وقد كان لدوري الـ NBA جزءا يسيرا من إصابات اللاعبين. وطبعا تاليا راح نعرض لكم أبرز اللاعبين المصابين بالفيروس. الآن عبر سكايب ومن صفا في المنطقة الشرقية للسعودية المحلل الرياضي جعفر سميث. صباح الخير أستاذ جعفر. يعني في البداية، كيف هي الحالة الصحية للمصابين بالفيروس من الـ NBA اليوم، وهل سجلت أي حالات جديدة؟ صباح النور. الحقيقة حاليا ما في أي لاعب من لاعبين NBA مصاب بالفيروس. قبل كم يوم أعلنوا أن كل اللي كانوا مصابين لاعبين كلهم تعافوا وتشافوا من هذه الإصابات، وآخرا كان حتى فريق الليكرز اللي ما أعلن عن أسماء اللاعبين بس أعلن أن اللاعبين كلهم تعافوا وتشافوا. طيب خلينا كمان نتكلم عن تحديد موعد استئناف الرياضة الأمريكية بمختلف مجالاتها. تتوقع هل هناك مواعيد أو تواريخ محددة؟ طبعا مثل ما ذكرت في تقريرنا، كان في البدايه في تفاؤل، بس مع الايام كل يوم هذا التفاؤل يقل. حتى قبل 10 ساعات تقريبا كان مفوض الرابطه في لقاء مباشر عبر تويتر وقام يقول انه مستحيل احد يقدر يتنبأ باي ارقام اقل من قبل شهر، قبل بدايه شهر مايو ما نقدر نتنبأ باي ارقام، لان احنا زي ما قاعدين نشوف الحالات قاعده تزايد في امريكا، ومشكلتهم مشكله مع الفحوصات، انه ما عندهم الفحوصات الكافيه ان يعملوها للاعبين لو حال قيمه المباريات. طيب في البداية يعني كان في خطط مطروحة لاستكمال دوري الـ NBA، يعني كان في ناس بتتحدث عن إمكانية إقامة المباريات أو المنافسات بدون جماهير، بعض اللاعبين طبعا عارضوا هذه الفكرة تماما، ولكن هل هي خارج إطار الأفكار المطروحة تماما اليوم؟ الان هم الفكره ان كان يقام بدون جمهور، لان قال لك ان بس نسوي بلاي اوفس بدون ما نكمل مباريات الموسم الاعتيادي او ريجولر سيزون مثلا. بعدين قام طلع لك حتى في طلعت بعض الافكار ان نجمعهم كلهم في كم فندق في لاس فيغاس عشان نحد من الانتشار والانتقال، لكن ما زال نفس الفكره ان ما هم عارفين تطور المرض في امريكا وهل وصل الى ذروته وهل ممكن فعليا ان تسوي اي شيء، لان حتى لو بدون جمهور لاعبين مع الحكام مع طاقم التصوير بيكون صحيح. اكثر من 50 ل 70 شخص، فهي صعبه. ولكن سمعنا ربما بعض التفاؤل ان ربما هذا الاسبوع سيكون اصعب اسبوع بالنسبه للولايات المتحده، وان هناك توقعات ربما بعد ذلك بان يعني تتحسن الاوضاع. هل شعرت بنفس النوع من التفاؤل لدى المسؤولين في الـ NBA؟ في الحقيقة لا، لأن معظم الأخبار الحالية قاعدة تصير أن المفاوضات اللي كانت تتجه إلى ممكن متى إقامة المباريات الآن قاعدة تتجه أن يفاوض اللاعبين في كيفية الخصوم من الرواتب وكيفية حل مشاكل الرواتب بين اللاعبين وبين ملاك الأندية. يعني كان الموضوع قاعد يتجه إلى أكثر إلى الإلغاء. لسه مستحيل يقدروا يتخذوا أي قرار، بس يوجه لك أن البروجكشن الآن راح من قبل كان أكثر على استكمال المباريات كلها، الآن ممكن مباريات أقل وغيرها. طب جعفر خلينا نتكلم عن التحدي الأكبر للاعبين، أكيد هو الحفاظ على لياقتهم البدنية. تتوقع إيش هي خطط الأندية حتى إنها يعني تحافظ على لياقتهم؟ الآن كل اللاعبين وكل الناس في السوشيال ديستنس اللي قاعدين يسووه والتباعد الاجتماعي، فبعض اللاعبين المعروفين مثلا اللي عنده في البيت عنده جيم أو عنده حتى ملعب عنده الأجهزة اللي يقدر يتمرنها، بس هذه ما هي عند كل اللاعبين متاحة.
وما زال في امريكا الوضع انه ما يقدر يروح، ما في اي صالات يتمرن فيها ولا حتى صالات النادي نفسه وصالات الفريق يقدر يتمرن فيها، لسه ما يقدروا يعملوا هذا الشيء. فبعض اللاعبين عنده اللكجري انه يتمرن في البيت، بعض اللاعبين لا يقدر يسوي تمارين بسيطه جدا بس مش تمارين كره السله، فهنا المعاناه. يعني هذه نقطه مهمه جدا لان كره السله هي لعبه جماعيه والاحتكاك فيها مهم جدا للحفاظ على المهارات ليس فقط اللياقه. بالضبط، فانت حتى لو قدرت تتمرن بعد التمرين تحافظ على لياقتك الشخصيه وتحافظ على اكلك، مشكله التمارين والتكنيك في لعب كره السله وهي نشوف احنا الرذم، فحتى الفرق لما بدات بدايه الموسم يبدا مستواها في التصاعد لين يوصل للبلاي اوف، والان هذا الشيء قاعدين يخسرون اللاعبين اللي صنعوا كيمستري وصنعوا التناغم بينهم وبين بعض، يعني يخسروا هذا الشيء. طيب أخي كمان نتكلم عن سبب الهجوم الشرس من قبل المجتمع المحلي على الرياضيين بسبب حصولهم على رعاية صحية استثنائية في غياب الدعم لعامة الشعب. الفكرة بدأت إن لما ألغوا دور الـ NBA لما أصيب اللاعب رودي جوبرت أو تم الفحص وتأكد من إصابة رودي جوبرت فيروس كورونا، إن أندية الـ NBA كلها قامت تبغى تفحص لاعبينها عشان تحصر المرض، بينما كنا نشوف نفس الوقت المعاناة في أمريكا إن ما عندهم التست الكافي أو الاختبارات الكافية لبقية الشعب. أندية الـ NBA اتجهت إلى المختبرات الخاصة ودفعت فلوس من جيبها الخاص لعمل هذه التحاليل، لكن مثلا المير حق مدينة نيويورك اللي فيها أكثر إصابات قام يشتكي من مثلا نادي بروكلين انه عمل فحوصات كامله، يقول انه اخذوا الفحوصات من ناس ممكن يستحقوها، مع انهم دفعوا من فلوسهم سووها في مستشفيات خاصه، لانه ما عجب البعض لانه كان يقول هذول عندهم فلوس وقدروا يتحصلوا على رعايه خاصه. من حق اي شخص يمتلك الاموال انه هو يشتري هذا الفحص. بالضبط، بس لان هم في امريكا المشكله ما هي بس مشكله امان، مشكله انه ما عندهم الطاقه الاستيعابيه لهذه الفحوصات، وهو يقول لك حتى لو عندك الفلوس المفروض تخليها للناس اللي عندهم اعراض، لان انت سويت الفحص لكل الفريق حتى اللي ما عنده أعراض. أنا يعني أشكر مداخلتك اليوم معنا المحلل الرياضي جعفر سميث، شكرا لك. وأخيرا مشاهدينا، غدا سنفتح ملف مرتبط بالأجهزة الإلكترونية التي طبعا زاد استخدامها في زمن كورونا، معظمنا يعتمد على الأجهزة المحمولة والهواتف لإنجاز ومتابعة الأعمال من المنزل، لأن أغلب الأعمال والمراسلات فعلا أصبحت عن بعد حاليا مع الحجر الصحي. صح يا باسل، يعني مع زيادة اعتمادنا على التكنولوجيا البعض قد يهمل موضوع كلمات السر رغم أهميتها الكبيرة. إذن سؤالنا لكم مشاهدينا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج اليوم مرتبط بكلمات السر وأهميتها، وسيكون: هل تستخدم كلمة السر أو كلمة سر موحدة لجميع حساباتك؟ شاركونا إذن مشاهدينا إجاباتكم على صفحة برنامج اليوم على الفيسبوك. طبعا وصلنا بهذا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا ترسلونا بآرائكم على مواقع البرنامج. ابقوا في منازلكم آمنين.